شو عملنا لحد؟ اجتمعنا لحد كوسكسي بالنورمالمون باش نعملوا كوسكسي في دار الوالده ان شاء الله. كوسكسي نورمالمون حمام نورمالمون. بعد الحمام؟ بعد الحمام مساج نورمالمون. ما 3:30 شو عملنا؟ نخرج في اليوت نتاعي فهمتني ولا نعمل دوليشن بعد نعمل طرح سكي فهمت اش تحب انت؟ فماش دربي؟ اه قول لي اش تم لحد هذايا عاد؟ لحد هذايا تم الدربي سيدي وي كروبيس كشخص والله موضوع كبير يعني يعني الحمد لله باهي من غير ما نسألو سؤال هذا دونك جعفر قد تخيل نتيجة انت تصور ديربي العاصمة حاجة اكسبسيونيل في تونس بيان سور حاجة اكسبسيونيل وانا باش نعطي النتيجة من غير ما نسمي الفريق او باش نعطي النتيجة واعتقد ان النتيجة نهائية ونتحاسبوا على هذه كيف باش تحاسبوا عليها؟ تحاسبوا عليها معناتها باللي كومنتير كذا تحب نعطيكم نور تليفوني عنوان داري تجيو تشوفوا مرحبا خالص عشان خالص لا مش عشان خالص مرحبا بكم الناس الكل لو كان تطلع النتيجة هذه غلطة اللي باش نقولها تو مش نسمي الفريق راهو فهمتني لو كان تطلع النتيجة هذه غلطة نتحمل مسؤوليتي القانونية والقضائية وال فما الدربي في الدار فما شكون ادم مكشخ وفاطمة كلوبستي حاجة كيما والله هكاك بالضبط قسما بالله ادم يحب الاسبيرونس وفاطمة تحب النادي الافريقي باش نخدم حاكم في الدار انا خويا انا قلت لك باش نعطي النتيجة للرأي العام باش ننور الرأي العام ونتحاسبوا بعد الماتش لو كان ما تطلع النتيجة هذه غلطة فهمني ولا نتحاسبوا معناتها بأي طريقة تختاروها أنتم شنو هي النتيجة قلت لك النتيجة 2-1 ما تحبش تقول شكون لا لا اه باش نعمل ابتسامة اما راهي النتيجه 2-1 باش يماركي والله باش يماركيو من الاول الفريق نتاع اللي ربح 2 بعد الفريق الاخر باش يعدل فهمني ولا ومن بعد الفريق الاخر باش ينتصر اللي هي في اخر ردهات راح مرات النجوم في زحل فهمني ولا في اخر ردهات المقابله ثم شويه اوراق ثم برشا تشنج فهمني ولا فوالا دونك ماكش باش تفرج في الدربي ولا باش تفرج؟ باش معناتها باش نمشي للواحد لا لا انا باش نتفرج انا ديما نتفرج في الدار فهمني خاطر خويا انا نبدا نبدا حوسي ان شاء الله يتعدى ماتش باهي ان شاء الله خويا نشوفوا كوره بالحق مش كلام زعما كذا ان شاء الله نشوفوا كوره خويا ان شاء الله نشوفوا دي جون يكوروا كذا ونعطيهم الفرصه خاطر الدربي برج ولي اللي يكور في الدربي وكذا راهي فخر راهو فخر فهمني ان شاء الله نشوفوا كوره واضح جافوت باي باي